قوات الحزام الأمني تطلق حملة أمنية في مديرية مودية لتأمينها من العناصر الإرهابية. الأمم المتحدة تعلن دخول المرحلة الأخيرة من عملية إنقاذ الناقلة صافر بعد تفريغ 71% من حمولتها النفطية. الغد المشرق ترصد معاناة المرضى في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة في عدن. أهلا بكم. وصلت قوات من الحزام الأمني إلى مديرية مودية وضواحيها لتأمينها من العناصر الإرهابية والتخريبية، وتأتي هذه الحملة الأمنية بعد تزايد العمليات الإرهابية والتي تنفذها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية مودية. التعزيزات الأمنية التي انطلقت اليوم تأتي تزامنا مع قرارات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، بتعيين قيادة جديدة للحزام الأمني في محافظة أبين. تمكنت قوات من اللواء الأول دفاع شبوة من التصدي لهجوم إرهابي غادر استهدف نقطة أمنية في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد. وأوضحت مصادر عسكرية أن عناصر إرهابية حاولت الاعتداء على نقطة القنعة بمنطقة المصينعة بمديرية الصعيد في محافظة شبوة. وأكدت المصادر أن العناصر الإرهابية لاذت بالفرار بعد تلقينها خسائر بشرية فادحة. وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية العميد عبد الرحمن أبو زرع المحرمي بدعم ومشاركة قوات ألوية العمالقة الجنوبية في الحملة الأمنية والعسكرية لضبط الأمن في مديرية المضاربة ورأس العارة. ويأتي انطلاق الحملة الأمنية والعسكرية المشتركة في الصبيحة على خلفية ما تشهده المديرية من انفلات أمني وشيوع أعمال التهريب وتزايدها وانتشار المخدرات وأعمال التقطع في الطرقات وغيرها من الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار والخارجة عن النظام والقانون. أعلنت الأمم المتحدة عن دخول عملية إنقاذ ناقلة النفط صافر في مرحلتها الأخيرة، وذلك بعد تفريغ 71% من حمولته النفطية ونقلها إلى السفينة الأممية البديلة نوتيكا. وفق الخطة المرسومة تسير عملية إنقاذ ناقلة النفط صافر وتفريغ حمولتها من النفط الخام ونقلها إلى السفينة الأممية البديلة نوتيكا. الأمم المتحدة قالت إن عملية إنقاذ خزان صافر دخلت مرحلتها الأخيرة مع بقايا أقل من 30% من النفط الموجود في الخزان المتهالك والعائم في ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، وذلك بعد نقل حوالي 71% من النفط الخام إلى السفينة البديلة نوتيكا. مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أخم شتاينر في تدوينة على حسابه في منصة إكس قال إن الفرق الفنية نقلت حتى يوم السبت 824,179 برميلا من النفط الموجود في خزان صافر إلى الناقلة البديلة، وذلك من إجمال النفط الموجود في صافر والبالغ 1.14 مليون برميل. وكما أضاف شتاينر أن عملية الأمم المتحدة لوقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر أصبحت في مرحلتها النهائية مع بقاء 29% فقط من مخزون صافر النفطي، وقال إن البرنامج الإنمائي الذي يقود العملية ملتزم بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لحماية الحياة وسبل العيش، ووصف أنه مع كل برميل نفط يتم ضخه من صافر يظل مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضماناً. يذكر أن الأمم المتحدة بدأت عملية إنقاذ الناقلة صافر في نهاية شهر يوليو الماضي من خلال فريق متخصص يعمل وفق خطة معلنة قد تستغرق 3 أسابيع لتفريغ كامل الحمولة الموجودة على متن صافر، وذلك من أجل تفادي كارثة نفطية وبيئية في المنطقة كادت أن تحدث نتيجة عرقلة ميليشيات الحوثي بعمل الصيانة اللازمة للناقلة النفطية منذ 8 سنوات. اتهم محامون يمنيون ميليشيات الحوثي بتعطيل جميع المحاكم في مناطق سيطرتها وإرغام القضاء على الالتحاق بدورات طائفية تستمر لمدة 2 أسبوع،
وربط تسليم نصف الراتب الشهري الذي يصرف للقضاة بحضورهم هذه الدورات. يبدو أن القضاء اليمني بدأ يحتضر حينما أصبح بيد عصابات تديره بمنأى عن العدل والدور الفاعل لعمله كقضاء مستقل عن أي حزبية أو طائفية، إذ يقف القاضي في مناطق سيطرة الانقلاب أمام دورات طائفية إجبارية ليستمر في عمله في سلك القضاء. جاء ذلك من خلال اتهام محاميين يمنيين ميليشيات الحوثي بتعطيل جميع المحاكم وتركها دون قضاة لانشغالهم بتلك الدورات التي خصصت لها بيوتا سرية لإخفائهم. وربط الانقلابيون تسلم نصف الراتب الشهري الذي يصرف للقضاة بحضورهم لهذه الدورات. مصادر عاملة في القضاء ذكرت أن قرار إلحاق القضاة بدورات طائفية يهدف إلى التأكد من مدى إخلاص القضاة والتزامهم بالنهج الطائفي والسلالي في إدارة مناطق الانقلاب، كما أن اختيار تخصص القانون أو الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء يتطلب الانتماء لسلالة زعيم الحوثيين أو من الملتحقين بجبهات القتال، مع ضرورة إبراز دور المتقدم في الجبهة ونبذة عن دوره وشهادات تثبت المشاركة بالدورات الطائفية، إضافة إلى التوقيع على طلب المرشح للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من مدير المديرية التي ينتمي إليها المتقدم ومدير الأمن بمحافظته ومدير المخابرات، على أن تتم المصادقة على تلك البيانات والتوقيعات من قبل مشرف المحافظة ومن ثم محافظ المحافظة. هذا وكان خريجو كليات القانون في الجامعات اليمنية اشتكوا منذ أسبوعين من عدم إفصاح إدارة معهد القضاء عن مواعيد التسجيل، وأكدوا أن عملية التسجيل تتم بسرية مطلقة وبهدف استبعاد كل المتقدمين الذين لا ينتمون إلى سلالة الميليشيات ولا يقاتلون في صفوفها. وكانت سلطة الانقلاب قد استبعدت خلال العامين الماضيين أكثر من 200 طالب بعد أن اجتازوا جميع مراحل اختبارات القبول بنجاح، ورغم لجوء المستبعدين إلى المظاهرات وإلى المحكمة الإدارية فإنهم فشلوا في الحصول على إنصاف. رصدت قناة الغد المشرق معاناة المرضى في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة في العاصمة عدن بعد مناشدات أطلقها القسم نتيجة غياب الدعم وشح الأدوية وتلف الأجهزة، الأمر الذي فاقم من معاناة المرضى. ما أن تتلف باب مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة إلا ويختلجك الألم ونوبات الوجع التي تفوح من جدران المركز المثقل بما فيه من قصص الحرمان. هنا مرضى قدر عليهم أن يكابدوا أنينهم بصمت قاسمهم المشترك مكابدتهم وعائلاتهم صنوف المعاناة، مهددون بالموت في كل يوم، معتمدين أسبوعيا بعد الله على أجهزة تبقيهم على قيد الحياة. يعني لو نطالب وناشد نشتري أجهزة جديدة للمركز، تأهيل المركز بكامله، يعني كتأهيل من أجهزة، من مواد غسيل، من طاقم يكون أكبر، يعني حاجة كلها على سعة، بس إحنا نشتغل على الموجود، ما نرجع شيء مريض، يعني يطلب غسيل ما نرجع شيء مريض مهما من كان من أي محافظة، يعني نغسل أي شيء. أما كاستجابة ناشدنا الكثير، ناشدنا يعني البعض استجيبوا للمناشدة. معاناة المرضى هنا كبيرة جدا من نقص مواد غسيل، نقص علاجات، وحالة المرضى الصعبة، تلاقي مرضى يجي من أبين، مرضى يوم منتعز، مرضى يوم مضالع، وحالتهم المادية لا تسمح أنها يعني بالأسبوع غسلتين معه. مرضى أبين يجيوا 30,000 32,000 مواصلات، إيش بيودي لهنا يعني؟ معاناة الممرضين يعني لا تخفى على الكل بالمستشفى. راتب 50,000 إيش بيجي للممرض؟ نقص في الأدوية وأعطال في الأجهزة وشح في الدعم وصعوبة في الحصول على مستلزمات جلسات الغسيل باهظة الثمن، على الرغم من مناشدات القائمين على المركز الذين بحت حناجرهم في استجداء الدعم دون جدوى. ونحن نحتاج إلى ميزانية في المكان هذا. كم بيعطي لك الفاعل الخير؟ بيعطيك مرة مرتين، لكن نحن نشتري له داعم مستمر لهذا القسم. الناس تموت، يعني أحيانا لما بتعطل عليك ثلاثة أجهزة، إنه 15 جهاز، لو تعطلت أجهزة يبقى يعني يجي واحد متورم عنده سموم زياد، يراعي لما ينتظر من مريض إنه يروح مشان يجلس بداله، يمكن ما يقدرش ينتظره، يمكن يروح فيها. نظرات المرضى إلينا تحمل معها الكثير من العتاب والملامة، تتساءل بلسان الحال عن ضمير الإنسانية كيف يدير ظهره عن معاناتهم في ظرفهم العاصف ووجعهم الذي لا يزول.
ولا المصارف لهم كل يعني بين الأسبوع مرتين 25,000، الأكل مال في الأسبوع مرتين، وآني ويتغسل وأرجع يومين 3 أيام وأرجع زي ما أنا ما أقدرش. اليوم أتيت مقضوم أنهس يعني أدي الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، والله أجيت أمشي وأبكي أتعب المرة واحد لي ولي أقول له وحدة لم يسأل، والناس يقولوا لي من تد الناس يقولوا لي وحدة، وإحنا مش على قصة ما صارت نشا أتواصل أنا من لحق يعني تجي من لحق؟ لا من لحق الحني هاي سبت وثلو باقي أغسل هنا في الأسبوع مرتين، أروح أتعبت من الغسيل، وأني إن الغسيل ما فيش معانا مواد ولا معانا أي حاجة ولا معانا حتى المكاين، يوم تعبانة ويوم أي حاجة ما معاناش واحد يدمحنا ولا معانا. باقي من الخوخة أنا ما فيش عندنا غسيل من الخوخة، ما فيش غسيل ولا في أي حاجة، تعبنا ما نجي هنا كل يوصلنا خلاص كل حيانا من جديد. هذا القسم يقدم خدماته لكثير من المرضى الذين تقطعت بهم السبل، ويستقبل حالات يوميا ومن مختلف المحافظات صغارا وكبارا، ينهشهم التفكير بالمرض وجلساته دون أن يترك لهم الخيار للتفكير بما سواه. في هذا المكان تروى آلاف القصص عن مشاهد الموت والأسى والحرمان، مرضى الغسيل الكلوي الذين ترتبط حياتهم بأجهزة تبقيهم على قيد الحياة، وقائمون على مركز بحت أصواتهم وهم يناشدون في استجداء دعم لم يأتي بعد، ومسؤولون ومعنيون صكت أذانهم عن كل هذه المعاناة. وبين هذا وذاك يبقى اعتماد هؤلاء على الله وحده، وهو خير المستعان. صالح حنش، الغد المشرق، من مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة التعليمي، عدن. ارتفع عدد الوفيات نتيجة حوادث السير التي شهدتها عموم المحافظات المحررة خلال شهر يوليو المنصرم إلى 35 حالة. ووفقا للإحصائية الصادرة من الإدارة العامة لشرطة السير، فقد شهدت مختلف طرق المحافظات المحررة خلال ذات الشهر 247 حادثة سير، وأرجعت الإحصائية الشهرية حوادث السير إلى السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة والخطرة وإهمال الصيانة والخلل الفني في المركبة والطريق. هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. دراسة تؤكد أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على الأداء الوظيفي. أهلا بكم مرة أخرى. ناقش محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي مع مدير عام مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت المهندس علي برجاء خطط المؤسسة لتطوير خدمات الاتصالات بالمحافظة، واستعرض اللقاء الخدمات المقدمة للمشتركين وجهود المؤسسة لتحسينها بالاستفادة من تقنيات الجيل الحديث. وأكد محافظ حضرموت أهمية الاسراع في صيانة وتهيئة الخطوط لتطوير خدمات الاتصالات لمواكبة التطور في هذا الجانب وتقديم خدمات للمناطق المحرومة في مختلف المديريات. تعد مقهاية بزو في المكلا من أشهر وأقدم المقاهي الشعبية في المدينة، وتتميز عن غيرها من المقاهي بصناعة شاي الحليب، الأمر الذي جعلها مكان التقاء الأحبة والأصحاب. من أشهر وأقدم المقاهي الشعبية في مدينة المكلا مقهاية بزو، هكذا يطلق عليها. خالد التميمي صاحب هذا المقهى تميز عن غيره من المقاهي بصناعة الشاي الحليب، عمل في هذه المهنة منذ 40 سنة، يتفنن في صناعة الشاي وجعل له نكهة خاصة. شوف، هذه المهنة جلناها من الوالد يعني، والإخلاص في المهنة والعمل الجيد أكيد بيجيله الزبون، بيجيله من كل مكان يعني، وتخصصنا نحن في هذا الشيء عشان خلاص مهنة خاصة، هذه ما بغينا شيء فوقها ولا زايد تحتها. شاي حليب، نسكافيه، شوكولاتة، هذا الموجود عندنا
الحمد لله يعني هذا توفيق من رب العالمين يعني هذا مهنة بس اللهم الله خلاص والعمل الجيد يعني هذا نحن نلقي حاجة جيدة ما أشكر الزبون لأنه حاجة زينة يعني. أصبحت مقهاية بوزو مكانا يتجمع فيه الأصحاب على المذاق المميز للشاي الحليب يتبادلون الأحاديث الودية يتهافت الزبائن على تناول الشاي ويمتدحونه. احنا من زبائن رسميين القدامى ايام عد قبل ما تكون مكانه في هذا المكان كان مكانه في الجال المقابلة فنحن من الناس اللي شد الرحال لبوسعيد يعني. شد له الرحال ويمتاز بذقة الطعم في الشاي تبعه الشاي حقه ما شاء الله مضبوط على معايير ومقاييس يعني قوية جدا الشاي حد يعني تقريبا إدمان يوصل الواحد يوميا إذا ذقته مرة ضروري ترجع له يعني كل مرة شاي مضبوط مركز يعطيك كيفك على قد المطلوب يعني أنا زبون رسمي وشاي بزو يعني ما شاء الله عليه حاجة حلوة معروفة في المكلة كلها زباين هذا الحين أنت بتجي بعد المغرب بتشوف كيف الاستحام ما شاء الله عليه يعني أنا بالنسبة لي يعني يوميا يعني 5 كاسات 6 كاسات إحنا والشباب واصلين حتى الجمعة يكون معنا إجازة معنا إحنا نجي من أماكن بعيدة. من هموم الحياة ومنغصاتها يلتجئ الناس في المكلا إلى المقاهي الشعبية يعتبرونها متنفسا لهم من ضنك المعيشة يناقشون ويحللون الأوضاع ويحلمون بواقع أجمل. إلى جانب كونها من أفضل المقاهي الشعبية في تقديم الشاي الحليب بمدينة المكلا تعد مقهاية بوزو مكانا لتجمع ولقاء الأحبة والأصحاب مكانها المميز على خور المكلا ومذاق الشاي يجبر الناس على التوافد عليها. أحسن بالبحيث قناة الغد المشرق المكلا. أوضحت دراسات جديدة أن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على أداء الموظفين وصحتهم وقد يصلوا لدرجة تقويض الناتج الاقتصادي الوطني. تعاني الكثير من الدول حول العالم هذه الأيام من ارتفاع كبير في درجات الحرارة والتي لها تأثير مباشر على الدماغ وبالتالي على الأداء في العمل كما يقول العلماء. وأظهرت دراسات التأثير السلبي لدرجات الحرارة على الأداء الوظيفي والإنتاجية العامة حيث يؤثر الارتفاع الشديد لدرجة حرارة الجسم على الأداء الذهني والبدني وقد يتسبب في إصابة الإنسان بمشكلات صحية مثل التشنجات الحرارية والإجهاد الحراري والصداع والغثيان وغيرها التي قد تستدعي التدخل الطبي. وإلى جانب قلة الإنتاجية وصعوبة التركيز وجدت دراسة نشرتها مجلة ذا لانست الطبية أن التعرض للحرارة أدى إلى ضياع 470 مليار ساعة عمل محتملة على مستوى العالم في عام 2021 مما أثر على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وزاد من ارتفاع تكاليف المعيشة. ويعد تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل من أخطر العواقب الاقتصادية لتغير المناخ لأنه يؤثر على مستويات مختلفة على الموظفين وأسرهم والشركات والمجتمعات بأكملها. وفي حالة الاقتصادات الضعيفة يمكن أن تكون التأثيرات قوية لدرجة تقويض الناتج الاقتصادي الوطني. ويرى مراقبون أنه يجب على الحكومات وأصحاب العمل حول العالم تنفيذ تدابير التكيف الفعالة مع تغيرات درجات الحرارة وما ستؤول إليه خلال السنوات القادمة لتقليل التعرض للإجهاد الحراري من خلال التنظيم وإنشاء البنى التحتية المناسبة والتكنولوجيا واعتماد تدابير للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة وإدارته كجزء من التدابير الوقائية. أما الآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى أخبار الرياضة. أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي عن ضم الكرواتي غفارديول قادما من صفوف لايبزيغ الألماني. وذكر سيتي أنه استكمل تعاقدا مع المدافع البالغ عمره 21 عاما لخمس سنوات ليصبح ثاني صفقات الفريق هذا الصيف بعد ضم مواطن الكرواتي ماتيو كوفازيتش من تشيلسي.
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع حارس المرمى الإسباني روبرت سانشيز قادما من برايتون، ويمتد عقد الحارس الدولي الإسباني لسبع سنوات ليكمل مسيرته اللافتة في الملاعب الإنجليزية والتي بدأت في عام 2018. أصدرت شركة أبل الأمريكية تحذيرا لمستخدمي آيفون في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد iOS 17، حيث أكدت الشركة أن الأصدارات الأقدم من الآيفون لن يتمكن مستخدموها من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو المميزات، وسيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات. تنتشر الدراجات الهوائية المصنوعة من الخيزران والصديقة للبيئة في العاصمة الكوبية هافانا، ويعمل على تصنيع هذه الدراجات متجر فيلوكوبا للدراجات الهوائية بقيادة نايفس دياز، ويعمل معه متطوعين من فئات مجتمعية مختلفة، وذلك لتعليم السكان كيفية تصنيع هذه الدراجات وإصلاحها. ويذكر أن كوبا تضرر اقتصادها بشدة من جائحة فيروس كورونا. ختام هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأهم العناوين. قوات الحزام الأمني تطلق حملة أمنية في مديرية موديا لتأمينها من العناصر الإرهابية. الأمم المتحدة تعلن دخول المرحلة الأخيرة من عملية إنقاذ الناقلة صافر بعد تفريغ 71% من حمولتها النفطية. الغد المشرق ترصد معاناة المرضى في قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الصداقة في عدن.